نشرة أخبار الثالثة تأتيكم من مركز الأخبار في قنوات أبو ظبي، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الصيني بذكرى اليوم الوطني لبلاده. والولايات المتحدة تفرض حزمة واسعة من العقوبات على روسيا بعد إعلان موسكو ضم مناطق من أوكرانيا. أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة ممثلة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي ليكا تشيانغ رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة نيكوس أناستاسياتس رئيس جمهورية قبرص بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس نيكوس أناستاسياتس. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعث برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس محمد بخاري. نقف الآن مشاهدينا عند آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمستمرة منذ فبراير الماضي. استخدمت روسيا حق النقض الفيتو لإحباط قرار قدمته الولايات المتحدة وألبانيا في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى إدانة إعلان روسيا ضم مناطق أوكرانية إلى أراضيها. وطرحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة المشروع الذي دعا الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي تغيير للوضع في أوكرانيا مع إلزام روسيا سحب قوتها. وصوتت 10 دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا لصالح هذا القرار، بينما امتنعت الصين والجابون والهند والبرازيل عن التصويت. ندد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ بضم روسيا 4 مناطق أوكرانية، معتبرا الخطوة غير قانونية وغير شرعية. وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي إن هذه أكبر محاولة لضم أراض أوروبية بالقوة منذ الحرب العالمية الثانية، مضيفا أن حلفاء الناتو لم ولن يعترفوا بأي من هذه الأراضي جزءا من روسيا، داعيا كل الدول إلى رفض عملية الضم. وأوضح الأمين العام للناتو أن الخطوة تمثل أخطر تصعيد منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما تعهد بتقديم مزيدا من الدعم لكييف. في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة واسعة النطاق من العقوبات تستهدف مئات الشخصيات والشركات الروسية ردا على إعلان موسكو ضم مساحات من أوكرانيا إلى أراضيها. وتشمل العقوبات أعضاء في الهيئة التشريعية الروسية والجيش والبنك المركزي. وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أنها فرضت عقوبات على 14 مسؤولا في المجمع الصناعي العسكري الروسي واثنين من قادة البنك المركزي في البلاد وأقارب لكبار المسؤولين و278 عضوا في الهيئة التشريعية.
في الملف ذاته وافق الكونغرس الأمريكي على تقديم مساعدات جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 12 مليار و300 مليون دولار في تصويت للمصادقة على الميزانية لنهاية العام وتجنب إغلاق الإدارات الفيدرالية. وتسمح هذه الحزمة الجديدة من المساعدات للرئيس الأمريكي جو بايدن بأن يأمر وزارة الدفاع الأمريكية بنقل معدات عسكرية بقيمة 3 مليارات و700 مليون دولار إلى أوكرانيا. وبذلك تزيد قيمة المساعدات الأمريكية للجهود الحربية الأوكرانية إلى 65 مليار دولار. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن كييف مستعدة لإجراء مباحثات تسوية مع موسكو بشرط التفاوض مع رئيس روسي غير فلاديمير بوتين. وذكرت وكالة تاس الروسية الأنباء أن زيلينسكي قال في كلمة مصورة نشرت على قناته في منصة تيليجرام، قال إننا مستعدون للحوار مع روسيا لكن مع رئيس روسي آخر. للمزيد من التفاصيل حول هذا الملف ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية الباحث في العلاقات الدولية دكتور أحمد عجاج. أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد. يعني السعي لإدانة عضو دائم في مجلس الأمن هو أمر غير مسبوق، لكن الفيتو الروسي كان مؤكد. ما السيناريو المتوقع إذن من القوى الغربية كي تستطيع أن تضغط على موسكو؟ طبعا لا يوجد لدى الدول الغربية يعني وسائل جديدة، كل ما لديها هو زيادة العقوبات وزيادة التسليح والدعم لأوكرانيا لتكملة هذه ما يسمى الأزمة، أي حلها بطريقة تجبر روسيا على القبول بالتفاوض والعودة إلى ما قبل شباط. لكن المشكلة الآن تتمثل برأيي في ثلاثة عوامل. أولا أن هناك يعني عملية اختراق للقانون الدولي، انتهاك له وهو ضم أراضي بالقوة. وثانيا استخدام السلاح النووي الذي قال الرئيس بوتين أنه لن يتردد في استخدامه. وثالثا وهي الأهم هنا أن الأراضي التي ضمها الرئيس بوتين لم يحددها بعد، لأن المعارك لا تزال جارية. وحتى أن الروس اليوم وصلوا إلى مدينة ليمن في الدونتاسك، أي أنه عندما أعلن انضمام الأقاليم الأربعة هذه الأقاليم لا تزال الحرب دائرة فيها وحدودها غير معروفة. لذلك وعن ذلك يتطلب الأول ترسيم الحدود، بمعنى أن تحدد روسيا حدود تلك الأقاليم وتوافق المحكمة الدستورية الروسية وبعد ذلك البرلمان الروسي. المشكلة أن كل هذه الأمور تعقيدات تضاف إلى الأزمة وإلى كيفية حلها، لأنه أصبح الآن من الصعب على بوتين أن يتراجع ومن الصعب على الدول الغربية أن تقبل، وبالتالي فإن هذه الأرمة تزداد سوءا وترديا، وبالتالي تزداد المخاطر على ليس فقط أوكرانيا وروسيا بل على العالم. دكتور أحمد، هل يمكننا أن نقول أنه عملية الضم هي إنذار روسي لأوكرانيا وللغرب ودعوة لهما إلى التراجع لتجنب اندلاع حرب نووية؟ لأنه رسالة موسكو واضحة، يعني في حال استهدفتم أراضينا نحن سنرد، وتلويح بوتين بالنووي هو واضح، وواشنطن اليوم تحمل على يعني على محمل الجد تحمل كلام بوتين وتهديداته النووية. كلامك صحيح، لو أن الرئيس بوتين في خطابه لم يشمل عبارة لم يقول عبارة وهي كالتالي، بأنه الأقاليم الأربعة لا يمكن التفاوض حولها. إذن ما معنى جدوى التفاوض إذا هو استبعد التفاوض على هذه الأقاليم واستبعد إمكانية إعادة اتفاقية مينسك التي ترى حلا لتلك الأقاليم؟ وبالتالي أصبح الأمر كما قلت لك مواجهة بين منطق الولايات المتحدة الأمريكية الرافض لضم الأراضي وللتوسع ومنطق الرئيس بوتين الذي يعتبر أنها أراضي روسية وأنها تضمن أمنه. والتهديد بالسلاح النووي هو فعلا خطير جدا، لأن الرئيس بايدن يعني أرسل له رسائل عبر المبعوثين بأن استعمال هذا السلاح سيستدعي تبعات خطيرة جدا جدا جدا، ومعنى أن هناك تهديد أمريكي أيضا. ولذلك فإن الأزمة بدل أن تحل أصبحت أكثر تعقيدا الآن، وحتى أن الوسطاء
لنفترض أن هناك وسطاء مثل تركيا أو مثل السعودية أو الإمارات التي لها علاقة مع الأطراف، لا يمكنها أن تحل تلك المشكلة الآن لأنها تعقدت بشكل يعني غير متوقع. يعني بوتين أصبح يقول أن هذا هو ما أريده وإلا فأنني سأستخدم السلاح لأن هناك خطر وجودي على روسيا، وأوكرانيا تقول أن هذه هي أراضيها ومدعومة من الغرب، تقول أنني سأسترد هذه الأراضي وهي تقاتل الآن في هذه الأراضي. إذن المشكلة خطيرة جدا ولا يوجد برأيي الشخصي الآن أي أمل بحلها، لكن نحن نعرف بالعلاقات الدولية أن الحروب تنتهي بأمرين، إما هزيمة أحد الأطراف أم اقتناع الأطراف بأنه لا يمكن يوجد حل، وبالتالي التفاوض هو الحل الأسلم. بالأخير، حلم زيلينسكي بانضمامه العاجل إلى حلف الناتو، هل ممكن أن يتحقق أم لا؟ باختصار أعتقد أنه من الصعب أن يتحقق، نعم من الصعب أن يتحقق لأن ذلك تصعيد غربي وهم لا يريدون أن يصعدوا أكثر. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، الباحث في العلاقات الدولية دكتور أحمد عجاج، كنت معي عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. وسط استنفار أمني، مظاهرات في بغداد وعدد من المدن العراقية في ذكرى احتجاجات تشرين. نجاح استثنائية في كافة المجالات، أول فاحصة للدرجات النارية، أنت كسرتي بالضبط. كل المقاييس بالضبط، الحمد لله قدرت. قيادتنا الرشيدة كانت وما زالت تمكن المرأة الإماراتية، المسؤولين والقادة الموجودين عندنا في تطرق المواصلات شجعوا الفكرة وقدموا لي مثل ما قلت لك الدعم، كامل الدعم. نحن فخورين بأن احنا موظفين لهذه الهيئة. الجزء الشخصي هذا مهم أن احنا نعرفه ونكتشفه. خطوة أنا خطيتها وهدف عندي أبغي أوصله. وطن الريادة غدا 10 مساء على قناة الإمارات. أهلا بكم من جديد، وقبل مواصلة النشرة نذكر بأبرز العناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الصيني بذكرى اليوم الوطني لبلاده. الولايات المتحدة تفرض حزمة واسعة من العقوبات على روسيا بعد إعلان موسكو ضم مناطق من أوكرانيا. نبدأ من العراق، حيث أطلقت القوات الأمنية العراقية اليوم قنابل الغاز لإبعاد مجاميع من المتظاهرين من التحصينات الأمنية على جسر الجمهورية في العاصمة بغداد، وذلك خلال مظاهرات في الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين. وأفادت وكالات أنباء بأن العشرات من المتظاهرين اقتربوا صباح اليوم من الحوائط الإسمنتية الكبيرة التي تتحصن خلفها القوات الأمنية في العاصمة بغداد، ما دفع القوات لإطلاق قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين. وكانت العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات قد شهدت تجمع أعداد من المتظاهرين اليوم استجابة لدعوات تظاهر لإحياء الذكرى السنوية الثالثة لاحتجاجات تشرين التي شهدتها بغداد وعدة محافظات عام 2019. وذكر شهود عيان أن عددا كبيرا من القوات الأمنية والعسكرية انتشرت في الشوارع، حيث أغلقت عدد من الجسور في إطار خطة أمنية لتأمين الحماية للمتظاهرين. هذا أعطى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أوامر صارمة لقوات الأمن بالتزام ضبط النفس خلال التعامل مع المظاهرات. المزيد من التفاصيل حول احتجاجات اليوم ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية موفق مجيد من العاصمة بغداد، مراسل قنوات أبوظبي في بغداد. موفق، العراقيون يصرون على إحياء ذكرى احتجاجات تشرين، كيف هو الشارع من حولك؟
مساء الخير أروى. بالفعل مثل ما بينتي بأنه وسط إجراءات أمنية شديدة غير مسبوقة ولأول مرة تحدث بالعراق عبر قطع مجموعة كبيرة من الجسور التي تربط بين جانبي الكرخ والرصافة وخصوصا القريبة من المنطقة الخضراء، انتشار أمني غير مسبوق، قطع مناطق معينة وعزلها بالكامل في محاولة لعدم وصول المتظاهرين إلى أماكن التظاهر. في العاصمة بغداد هناك مكانين للتظاهر، الأول في ساحة النسور وهو الباب القريبة من مجلس القضاء الأعلى الذي يحاول فيه المتظاهرون أيضا اختراق هذه البوابة وإيصال صوتهم إلى مجلس القضاء الأعلى. أما التظاهرات الأكبر والأكثر تأثيرا هي في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. المتظاهرون استطاعوا وتمكنوا من اجتياز، يعني القوات الأمنية وضعت في بداية الجسر هناك بوابة حديدية كبيرة، المتظاهرون استطاعوا من اجتياز هذه البوابة الحديدية وتفكيكها ورمي أجزاءها في نهر دجلة ومن ثم التقرب على الصبات الكونكريتية أو الحواجز التي أقامت القوات الأمنية هناك لصدهم. هناك عدد كبير من المصابين وقعوا جراء استخدام الرصاص المطاطي أو القنابل الغازية وغيرها، بالإضافة كما أن هناك القوات الأمنية وخلية الإعلام الأمني تعلن بأنها تمكنت من القبض على 2 من المندسين الذين يحملون يعني بنادق الصيد والخراطيش وإلى آخره من بين المتظاهرين، ودعت المتظاهرين إلى تنظيم صفوفهم وعدم الاندفاع بقوة إلى الأمام كي لا يحدث هناك أي تشابك. ولكن المتظاهرين يصرون على اختراق هذه الحواجز الكونكرية التي تمت أو وضعها أمامهم على طول جسر الجمهورية الرابط بين جانبي الرصافة والكارخ باتجاه المنطقة الخضراء. المتظاهرين يقولون بأننا نحن جئنا سلميين. لدينا القيادات المسؤولة، القادة السياسية في العراق، كيف ممكن أن تتعامل مع المتظاهرين وهذه التظاهرات في هذه الذكرى؟ من الجانب السياسي يعني السياسيون يقولون بأنهم داعمين، يعني يقولون داعمين احنا لتظاهر تشرين، ولكن هذا يختلف عن مقامهم من افعال. يعني المتظاهرين تشرين او عناصر تشرين تعرضوا لضغوطات كبيره من قبل القوى السياسيه من اجل ان لا يذهبوا بتظاهراتهم او اعاده الاحياء تظاهرات تشرين التي انطلقت عام 2019. يعني هناك قول في العلن وهناك قول في السر، اما في السر هناك تخوف كبير من قبل القاده السياسيين الذين يرغبون يعني ان لا تستمر هذه التظاهرات، ان تنتهي فيما هم يبقون في مجلس النواب لتشكيل حكومتهم وسط اعتراض التشرينين الذين يطالبون بإنهاء الحكومة، طرد الأحزاب السياسية التي تمتلك فصائل مسلحة. نعم موفق، كل السلامة لكم حيث أنتم. من بغداد مراسل قنوات أبو ظبي موفق مجيد، شكرا جزيلا لك، كنت معي عبر الأقمار الصناعية، شكرا. قالت الرئاسة اللبنانية اليوم إن الرئيس ميشيل عون تسلم رسالة خطية من الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين في شأن مقترحات لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. ومن شأن هذه المقترحات التوصل لاتفاق من شأنه نزع فتيل أحد الأسباب المحتملة للصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، والذي حذر من أي عمليات استكشاف أو استخراج للطاقة من جانب إسرائيل في المياه المتنازع عليها. قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت اليوم صاروخين باليستيين قصيري المدى تجاه البحر قبالة الساحل الشرقي في رابع عملية إطلاق تقوم بها بيونغيانغ لصواريخ خلال أسبوع مع تصعيدها التوتر حول شبه الجزيرة الكورية. وتأتي عملية الإطلاق بعد أن أجرت القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية واليابانية تدريبات ثلاثية للتصدي للغواصات يوم أمس لأول مرة منذ 5 سنوات، كما أنها تأتي بعد زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس إلى المنطقة الأسبوع الماضي. في بوركينا فاسو ظهر عسكريون مسلحون على شاشات التلفزيون الرسمي مساء أمس لتأكيد الإطاحة بالرئيس بول هنري داميبا في ثاني انقلاب تشهده البلاد هذا العام. وجاء الإعلان في ختام يوم بدأ بإطلاق النار بالقرب من معسكر للجيش في العاصمة واغادوغو، وانفجار بالقرب من قصر الرئاسة، وانقطاع برامج التلفزيون الحكومي. وظهر قائد الانقلاب الجديد الكابتن إبراهيم تراوري على شاشة التلفزيون
التلفزيون محاطا بالجنود، وأعلن حل الحكومة وتعليق الدستور وإغلاق الحدود وأيضا حظر التجول ليلا. إلى أفغانستان، حيث زادت حصيلة القتلى من جراء تفجير انتحاري استهدف قاعة دراسية في كابول إلى 35 شخصا على الأقل، وفق ما أفادت وكالة أنباء النقل عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان اليوم. وجاء في بيان للبعثة بأن الحصيلة الأخيرة لضحايا الاعتداء بلغت 35 قتيلا على الأقل و82 جريحا، وذلك في إشارة إلى هجوم الجمعة على مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية. هذا استهدف الهجوم معهدا تعليميا خاصا خلال إجراء اختبار يوم الجمعة الذي تغلق خلاله معظم المدارس في أفغانستان أبوابها، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الحادث. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الإعصار أيان من المرجح أن يندرج ضمن الأسوأ في تاريخ الأمة، في إشارة إلى العاصمة أو العاصفة القوية التي دمرت فلوريدا هذا الأسبوع. بايدن قال إنها ليست أزمة لفلوريدا، إنها أزمة أمريكية. كما أعلن الرئيس الأمريكي حالة طوارئ بالنسبة لساوث كارولينا ليسمح لرجال الإنقاذ الاتحاديين بالتمركز في الولاية قبل وصول الإعصار إليها. إلى الجزائر، حيث تبنت بعض الشركات نظام العطلة الأسبوعية لثلاثة أيام بعد رواج تجربة في عدد من الدول العربية والغربية. انتهاج هذا النظام الذي يمزج بين البعدين الاقتصادي والإنساني حقق نتائج إيجابية. حسيبة عاملة بمؤسسة القصبة هي اليوم إحدى المستفيدات من نظام العمل الجديد الذي يتيح لها عطلة أسبوعية بثلاثة أيام، فلا فريق العمل تغير ولا الراتب تأثر، لكن النظرة الجديدة للمسؤولين جعلت حسيبة أكثر نشاطا ومردودية، خصوصا إذا تعلق الأمر بضمان تمضية مزيد من الوقت خارج أسوار هذا المبنى. بصفة عامة استفدنا من اليوم الساعي، يعني للعمل كاين راحة جسدية، هذه أولا. كاين تولي يعني حضور مناسبات مع الأهل، يعني يوم الخميس كل 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 مؤسسات مفتوحة، يعني الإنسان العامل اللي يحتاج الوثائق، اللي يحتاج طبيب. العطلة الممددة، وبقدر ما أسعدت حسيبة وزملائها فإنها انعكست إيجابا على ملاك المؤسسة الذين حافظوا على حصتهم في السوق، بل تمكنوا من تحقيق أرقام مميزة في الفترة الأخيرة. رفع العمال التحدي وحققوا نفس الإنتاج في مدة 4 أيام، وبالتالي كان الكل سعيد على أساس أنه تكون هذه المبادرة حسنة ومستحسنة من طرف الجميع، واستفاد الجميع دون المساس بالأجر الشهري. العمل لأربعة أيام فقط نمط تبناه الكثير من أرباب الأعمال العرب والغربيين، وأثبتت الدراسات نجاعته في رفع معدل الإنتاجية في مقاربة جديدة توازن بين حياة الموظفين وعملهم. بدأت مدرسة العلاقات الإنسانية تهتم بالجانب الإنساني للعامل. من خلال التجارب اللي قام بها الخبير ألتون مايو أثبت أن العامل لما يرتاح سينعكس بالإيجاب على المؤسسة وزادت مردوديته. وإن كانت الجزائر متأخرة نوعا ما في تطبيق هذا النظام، إلا أن نجاح تجربة مؤسسة القصبة قد يكون مدخلا لتعميمها على باقي المؤسسات. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، محمد مزيان برغل، الجزائر. نتابع هذه الطائفة من الأخبار العالمية المنوعة التي أوجزناها لكم في هذا التقرير. تحتفل الصين اليوم بعيدها الوطني، وبهذه المناسبة أقام مجلس الدولة الصيني حفلا في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وهذه الذكرى 73 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. حضر الحفل قادة الصين منهم الرئيس شي جين بينغ إلى جانب نحو 500 ضيف من داخل الصين وخارجها.
ضرب إعصار إيان المميت أحد أقوى العواصف التي ضربت الولايات المتحدة على الإطلاق ولاية كارولينا الجنوبية والشمالية أمس بعد أن ضرب ولاية فلوريدا منذ أيام. وقال المركز الوطني للأعاصير إن الإعصار وصل اليابسة بالقرب من كارولينا الجنوبية والشمالية وصنف كإعصار من الفئة الأولى وحمل رياحا قوية بلغت 140 كيلومترا في الساعة، ولكن خفض التصنيف لاحقا إلى إعصار ما بعد المداري على الرغم من أنه شكل أمطار غزيرة وتسبب بفيضانات حاملا الرياح الشديدة. عمل متطوعون في القاهرة على جمع البلاستيك والقمامة في نهر النيل كجزء من حملة تنظيف للنهر قبل مؤتمر المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر في 8 نوفمبر المقبل في شرم الشيخ وسيستمر حتى 18 منه. ويعمل هذا المؤتمر السنوي على تقديم المحادثات العالمية في شأن المناخ وإتاحة فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ وكذلك البحث والابتكار لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة التغير المناخي. الطفل اللبناني ليام الذي يبلغ من العمر 2 بات يحمل اسم الشيف بوبو لمهارته في الطبخ التي يعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي بمساعدة والدته السايبيل التي تدعمه وتعمل على تنمية مهارته التي يستمتع بها كثيرا. وقالت الأم إنها اكتشفت أن ليام يحب الطبخ كثيرا فقررت تصويره ونشر مقاطع الفيديو الخاصة به ليشارك مهاراته مع الناس. نلقي نظرة على إغلاق أسواق المال الإماراتية وأسعار المعادن والسلع والعملات في آخر جلسات التداول. بهذا مشاهدينا نصل معكم إلى ختام نشرة الثالثة، نلتقي دوما بأمان الله وحفظه، إلى اللقاء.